يورجن كلوب أعلن أن هذا الموسم هو الأخير له مع ليفربول. رأيك في مسيرة يورجن كلوب مع ليفربول لمدة تقترب من 10 أعوام؟ هو مدرب آخر مثل بيب، عانيت كثيرا كمنافس في اللعب أمامه. كانت هناك قدمنا مباريات كبيرة أمام ليفربول واستطعنا أن نفوز، وهو مدرب آخر استطعت أن أكسبه كصديق وكشخص. هو مدرب كبير ونتواصل دائما فيما يتعلق بتطوير كرة القدم ومستقبل كرة القدم، ولكنه مدرب يتميز بالتفاني الكبير ويكرس حياته لكرة القدم. هو شخص رائع على المستوى الشخصي، وقدم عمل مهم أمام المنافس الأكبر لنا مع ليفربول خلال تلك السنوات، ونفس الأمر مع بيب. أحترمه كثيرا بالنظر لما قدمه وبالنظر لكونه شخص رائع.